السلام عليكم. بزاف ديال الناس ملي كيتسوسو السنان ديال وليداتهم كيبداو يضرهم كيمشيو مباشره يحيدوا ليهم حيت كيقولوا بان غادي يتبدلوا ينوضوا ليهم سنان اخرين. كنمشيو عند الطبيب كنعالجوها. السوسه بدا كتجي من الحلاوه اللي كياكلوا الدراري بزاف وكيخليو لوالديهم انهم كيعطيو الفلوس باش يشريو الحلاوه. الدراري الصغار معروف عليهم انهم كيتعرضوا لهذا الشيء ملي كيبداو ينوضوا السنينات. اما باش نحيدوها ليه ماشي بالضروره تحيدوها الا كانت بروفون، تتكون بروفون عاد كنحيدوها ليه، اما الا كانت سوبرفيسيال غير كنقيوها صافي. كننصح الاباء باش يحبسوا ولادهم من داك الماكله ديال الحلوه، وحاجه واحده اخرى باش يديو وليداتهم لعند دونتيست. خصهم ضروري مراقبه شهريه عند الطبيب. ضروري نديو عند اختصاصي هو اللي غيعرف لينا شنو، ولكن كاين الدواء ديالهم، كاين لي بومات، كاين شحال من حاجه. اللي خاصنا نعرفوه ان السنان ديال الحليب عندهم ادوار كبيره، اولا في الاكل يعني في النمو ديال وليداتنا، فكل ما مضغوا مزيان كل ما كان الهضم احسن وكل ما استفدوا من المواد المغذيه. ودور اخر ديال السنان الحليب انه في النطق الجيد ديال الكلام، وبلا ما ندويو على الجمال الخارجي ديال وليداتنا. داكشي علاش خاصنا نحاولوا ما امكن نحافظوا عليهم حتى يوصل الوقت الطبيعي باش يبدلوهم والدرسه الدائمه. اشنو كيوقع الى حيدنا الدرسه ديال الحليب قبل الوقت ديالها؟ كاين جوج الحالات، يا اما اللحم كيبرى وكيقصاح وبالتالي الدرسه الدائمه كتلقى صعوبه باش تخرج وكتعطل، ولا الحاله الثانيه الدرسه الجديده كتنزل قبل الوقت ديالها. وفي الحالات بزوج كيقدر يكون عندنا اختلال في الوضع ديال الاسنان اللي غادي ينوض في اماكن ماشي ديالهم ويكبروا عوج ونضطروا ديك الساعه نديروا علاج ديال التقويم، وكاين اللي كيتسببوا لهم في مشاكل ديال النطق حتى هي. اذا فإلا تسوسوا السنينات ديال وليداتنا خاصنا لابد نمشيو عند الطبيب ديال الاسنان باش نعالجوهم ونحافظوا عليهم اطول وقت ممكن. وكتبقى احسن طريقه ديال العلاج هي الوقايه. وليداتنا خاصنا نشجعوهم يغسلوا سيناتهم مورا كل ماكله. الحكام الشتاء كيحيد البقايا ديال الاكل اللي كتبقى لاصقه بين السنان، وبالتالي كتمنع التراكم البكتيري عليها. والمعجون ديال الاسنان اللي فيه ماده الفليور واللي كتدخل في التركيبه ديال السنان راه كيحافظ على الصحه والصلابه ديال سنيناتهم. وعاوتاني نشجعوهم يستعملوا الوسائل الاخرى ديال التنظيف بحال الخيط اللي كينظف بين السنان واللي كيحيد البقايا ديال الاكل اللي ما كتوصل لها الشتاء. وكاين عاوتاني الماء ديال التشلال اللي كيتباع في الصيدليات. وما نساوش صحه وليداتنا راه هي راس مالنا، خاصنا نحافظوا عليها. نتلاقاو الحلقه الجايه ان شاء الله.